مشاهدي قناة الشاملة، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة من وحي الذكرى التي نستحضر من خلالها أهم المحطات الثقافية والأدبية والفنية المنظمة سابقا في إطار لقاءات وأمسيات ومهرجانات وندوات عبر أشرطة أو صور مرفوقة بتقارير صوتية من إنجاز القناة. المرجو من المشاهدين الأعزاء دعم القناة بالاشتراك والضغط على الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كما نرجو أن تبدوا ملاحظاتكم القيمة وانتقاداتكم البناءة التي سنأخذها بعين الاعتبار لنتابع. مشاهدي قناة الشاملة، سعداء باللقاء بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة من وحي الذكرى. حلقة اليوم سنعرج عبرها من عالم الأدب والفكر إلى عالم الفن في جنسه التشكيلي مع نخبة من الفنانات والفنانين التشكيليين في معرض مختلط برواق المركز الثقافي سلا الجديدة. عرف الرواق الفني للمركز الثقافي سلا الجديدة مساء يوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 افتتاح المعرض التشكيلي المختلط في نسخته الثانية والذي امتد إلى غاية 29 مايو. نظمته جمعية آفاق شالة للمسرح والسينما بدعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبشراكة مع جمعية كومباك وجمعية أجيال كوم للثقافة والفنون والتنمية والمركز الثقافي سلا الجديدة. وفي أجواء احتفالية قدم الفنان محمد الغرنيطي كشكولا غنائيا متنوعا أطرب من خلاله مسامع زوار الرواق الفني والفنانين المشاركين وفاعلين جمعويين وحضور متنوع من عشاق الفن التشكيلي إلى جانب بعض وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية. وفي كلمة افتتاحية للأستاذ مصطفى ناجي مدير المركز الثقافي سلا الجديدة رحب فيها بالفنانين المشاركين في المعرض المختلط شاكرا لهم تكبد عناء التنقل للحلول إلى سلا الجديدة من مدن مغربية مختلفة إلى جانب العارضين الأجانب. ليعلن بعده الدكتور محمد السعدي رئيس جمعية آفاق شالة للمسرح والسينما عن افتتاح المعرض بعد كلمة الفنانة التشكيلية سارة ظفر الله المنسقة الفنية للمعرض، والتي شاركت بلوحاتها التشكيلية التي تشتغل فيها على تيمة المرأة بإبراز جمالها ومعاناتها وقوتها في وجوه إفريقية ومغربية بالفحم والصباغة الزيتية، إلى جانب مشاركة الفنانات والفنانين التشكيليين يمثلون مدارس فنية مختلفة حيث سلمت لهم شهادات تقدير لإسهامهم في إقامة المعرض التشكيلي المختلط، ليختتم حفل الافتتاح بحفل شاي على شرف الحضور. مشاهدي قناة الشاملة الأفاضل، أشكركم على حسن المتابعة وإلى حلقة قادمة ولقاء متجدد مع ما توحي به الذكرى.